مستمرين مع حضراتكم وحديثنا عن كوب 27 والاستعدادات النهائية في شرم الشيخ لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم. نروح لزميلنا كريم بيبرس موجود في شرم الشيخ يطلعنا على آخر هذه الاستعدادات. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا هدير، صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. وخليني كمان ارحب بضيفكم الكريم واصبح عليه سياده السفير محمد نصر. وخليني كمان يعني اخد من كلامه واقول لك انه فعلا هنا شرم الشيخ في تحولها للمدينه الخضراء بتشتغل على جميع القطاعات، يعني يمكن جزء مهم جدا من فكره الحد من الانبعاثات الكربونيه اللي مصر بيكون ليها دور كبير جدا في المجهودات الدوليه، يعني تكاتف محلي هنا في مدينه شرم الشيخ للمشاركه في المجهودات الدولية الكبيرة لخفض الانبعاثات الكربونية. جزء مهم جدا هي الزراعة، يعني يمكن على مدار الأيام اللي فاتت رصدنا انتشار الزراعة بشكل كثيف جدا جدا. في تم إنشاء ممر سياحي كبير على مسافة 6 كيلو متر. مسافة 6 كيلو متر دي يعني فيها نوعين، نوع إن هو طول المسار الجديد في أماكن للزراعة سواء للنخيل للأشجار المختلفة للورود المختلفة، في خضار بشكل أو بآخر عشان تتحول الصورة الذهنية الكاملة لمدينة شرم الشيخ لصورة ذهنية خضراء بشكل عام. كمان حتى الأرصفة في النص في زراعة كاملة وتجديد كل الزراعات اللي موجودة داخل مدينة شرم الشيخ. لكن كمان مش بس كده، كمان فكرة التعامل مع المياه اللي بتوصل للزراعة دي، جاري تحلية المياه وإعادة تطوير محطات تحلية المياه واستخدام وإعادة تدوير المياه دي عشان الزراعة. يعني إذن هي يعني تكاتف كده في كل الجهات، سواء كانت الخاصة بالزراعة سواء كانت الخاصة بالمحافظة كمان، عشان تتحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء. المستشفيات في حد ذاتها دلوقتي بتلجأ إن هي تستخدم المستلزمات الطبية الصديقة للبيئة، وحتى لو مستلزمات غير طبية داخل المستشفى كمان لازم تكون صديقة للبيئة. يمكن كان في كلامكم دلوقتي بتكلموا عن نقطة مهمة جدا، هي فكرة يعني عدم استخدام البلاستيك. في مبادرة مهمة جدا جدا في مدينة شرم الشيخ دلوقتي ما بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هي مبادرة اسمها شرم الشيخ بدون أكياس بلاستيك. المبادرة دي عبارة عن أكشاك ثابتة في أماكن معينة وكمان سيارات متحركة فيها شباب متطوعين يبتدوا يتحركوا ويتكلموا مع الناس عن أهمية التخلص من الأكياس البلاستيك ويعرفوهم أكتر عن أضرار الأكياس البلاستيك وإزاي إن إحنا نقللها. مش بس كده، كمان بيدوا لهم البدائل اللي ممكن الناس تستخدمها مكان الأكياس البلاستيك، وبيدوهم زي سامبل كده أو كيس من القماش يقول لهم ده تقدروا تستخدموه سواء لو رحت سوبر ماركت لو رحت أي مكان تقدر تستخدمه ويمكن إعادة تدويره مرة تانية بدل أكياس البلاستيك اللي بتترمي في الباسكت او في المحيطات. او كمان مدينه شرم الشيخ مدينه سياحيه فطبيعي البحر موجود، فاستخدام الحاجات البلاستيك دي بتنزل في الميه فبتاثر بشكل مباشر على الحياه البحريه. يمكن الشباب كانوا بيتكلموا معايا على فكره ان هم يعني بقى لهم فتره في محميه راس محمد وغيره هنا في مدينه شرم الشيخ بيسعوا على فكره تغيير الوعي وتوعيه الناس باهميه التخلص من الاكياس البلاستيك، لانها زي ما كانوا بيحكوا لي على قصه قد ايه هي اثرت على الحيوانات وازاي انقذوا بعض الحيوانات بالفعل، لانه الحيوانات دي مش بس هي بتتاثر كمان بتاكل البلاستيك دي، واحنا بنرجع ناكل في بعض الاوقات الاسماك دي، فبالتالي هي دايره مغلقه بنوصل بها احنا بنأذي نفسنا بنفسنا. دي نقطة. النقطة التانية كمان هي فكرة التحول الخاص بالطاقة. التحول الخاص بالطاقة دلوقتي جاري استخدام يعني وسائل الطاقة داخل بقى مجلس المدينة على سبيل المثال اللي بيتم انشاؤه جديدا، داخل المستشفيات داخل الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية او الاضاءة اللي هي صديقة للبيئة، عشان برضو فكرة ان هي تقلل من الانبعاثات الحرارية والانبعاثات الكربونية اللي بتأثر على المناخ. في كل مرة في دولة بتستضيف مؤتمر المناخ بيبقى ليها مبادرة خاصة لازم تعرضها، وكمان مصر ليها دور كبير جدا في المبادرات المختلفة اللي هتعرضها داخل مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم، وأكيد هنتابعه مع بعض. والآن برجع لكم مرة تانية. شكرا كريم بيبرس من شرم الشيخ، وشكرا على أنك أطلعتنا على الاستعدادات النهائية الموجودة في شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر القادم.